خويا خالد، كيف بقات الصحيحة ديالك؟ ايوا الصحة ما كاين صحة، يعني انا مشلل ما كنقدرش نوقف، كنمشي للطواليط حشاك، كنبدا نترعد، لما شدوني تيجيو جوج الناس، كيجيو جوج الناس ولد اختي وسميتو والجار، تيهزوني تيديوني للطواليط. ايوا هاد الشي اللي كاين. متشبه اشواق تي في كنحيوكم مجددا. سبق لينا جينا عند اختي نجاه اللي وجهات واحد النداء انساني، كتناشدكم انكم تساعدوها انها توفر تكاليف الدواء للزوج ديالها خونا خالد الله يرحمه اللي كان كيعاني من مرض السرطان. فكنشكركم على المساعده اللي كنتو قدمتوا ليها واستطاعت انها توفر الدواء للزوج ديالها، لكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه انه يفارق الحياه. خونا خالد مات الله يرحمه، مشى الى دار البقاء، فاختي نجاه بقات بوحدها هي والبنيات ديالها كاريه، ما عندهاش واحد المدخول اللي توفر به مجموعه ديال الاشياء اللي ضروريه في الحياه. اختي نجاه البركه في راسك، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يغفر لخونا خالد ويسكنوا فسيح الجنه ديالو. فكيف تعرفي انه كنا جينا عندك من قبل ووجهتي نداء انساني لاخواننا المغاربه المحسنين، والحمد لله كان واحد التجاوب من عند المحسنين وساعدوك بمبالغ ماليه اللي استطعتي من خلالها انك توفري ليه الدواء اللي محتاج، واستطعتي انك تخلصي واحد القدر مالي ديال الكراء. فخونا خالد من مور ما وجهتي النداء الانساني باش يتعاونوا معاه، كيفاش كانت ولات الصحه ديالو؟ السلام عليكم خويا، كي داير؟ لاباس عليكم. المهم داكشي اللي درتو في الاول وعيطتو ليا، حتى دابا ملي سقتو الخبر قلتو ليا نجيو، واش غنقول لكم؟ الله يرحم لكم الوالدين كما وقفتوا معنا في الاول وجيتوا دابا حتى لعندي في الدار، الله يجازيكم بخير. وخويا اش غنقول لك، كنا خديت ليه الدواء، فعيطوا لنا المحسنين الله يجازيهم بخير وصيفطوا ليا، خديت ليه الدواء وداكشي اللي خاص والكرا والمصاريف، ويلا بديت ليه الدواء بواحد الايامات قلال وتوفى. النهار اللي توفى درنا الواجب والجنازه ديالو وداكشي، واش غنقول لك؟ الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. اختي نجاه، سبق لك قلت لي بانه الليله اللي مسكين كان غادي يفارق فيها الحياه كنتي بقيتي سهرانه معاه حتى الفجر، بسبب انه كانت عنده واحد الخنقه في الصدر ديالو. هذاك الشيء اللي واقع هذيك الليله عليها باش يموت، كان وحلت ليه بحال التنخيمه، هو كيحاول زعما يطلعها ولا شي حاجه ما كيقدرش. كون ما نعجتش، ولكن انا حيت جلست معاه حتى ولا شويه ما بقاش كيشخر بزاف، زعما ماشي تقطعت النفس ولا شي حاجه، ولا تكلمه واحد شويه، تكلمه واحد شويه صافي، وقلت صافي راه لاباس عليه، صافي تكيت واحد شويه. هذيك ساعتين اللي تكيت مول الامانه دا امنتو، وكنت رجع للحياه اللور ما غاديش نعس هذيك ساعتين، حيت بغيت نحضر ليه فاش تفرق الحياه وهذا، ولكن الغالب الله ما كتبش. شوفوك اختي نجاه، فور ما انه الزوج ديالك تدهورات الحاله الصحيه ديالو، حبستي الخدمه، ما بقيتيش كتخدمي، وليتي مقابله غير هو مسكين في سبيل انه يسترجع القوه ديالو شي شويه، وترجع المياه الى مجاريها، وترجعوا تعيشوا الحياه اللي كنتو كتعيشوا من قبل. فكيفاش تقبلتي الخساره ديال الزوج ديالك انه يمشي ويخليك بعد واحد الصراع كبير ديالك معاه باش تسانديه وتعاونيه انه يتشافى ويرجع ليك؟ انا كوني كان باقي في الحيط غندير كثر من داكشي اللي درت، باش هو بناتي ما بغيتش يخليهم، ولكن الغالب الله، قدر الله سابق هادشي اللي كاين، والله مالك الحمد، ما عندنا ما نديرو. كنتسنى يوقف، كنتسنى يرجع كما كان، كنقول غير كون زعما نوقف معاه بعدا حتى يوقف غير على رجليه ورجع لخدمتي، ماشي مشكل، واخا ما يخدمش انا نخدم ونهزو البنات وداكشي، ولكن ما كتبش، قدر الله سابق.
اختي نجات خونا خالد مسكين الله يرحمه دابا مات مشى الى دار البقاء، فبقيتي بوحدك انت والبنيات ديالك، فشكون المعيل ديالكم دابا؟ شكون اللي غيصرف عليكم؟ شكون اللي غيخدم عليكم؟ شكون اللي غادي يوفر لكم ربعات الحيوط فين تخباو على البرد والشتا؟ اخويا دابا حنا في الكرا، باش نقول لك زعما بالنسبه لربعات الحيوط شكون اللي غادي يدبر لي عليهم؟ شحال نقول لك، كنتمنى الا كانت المساعده ما كرهتش. وبالنسبه للمصاريف انا غادي نتكافح، وبالنسبه للمصاريف والمصاريف كما كنا قلنا في الاول، المصاريف اي واحد كطلبتيه يقدر يعاونك في المصاريف، ولكن الحاجه اللي كتكون صعيبه هي الكرا. وباش تعيشي في الكرا والبنات كيكبروا قدامك صعيب الحال. كما سولتيني على الدار وهذا، اش غنقول لك، هاد الساعه انا في الكرا ما عندي فين نمشي، وكنتمنى الا كانت شي مساعده ولا شي واحد هكا يتكلف بشي حاجه باش نسكن بناتي. انا ما كرهتش كي كانت صغيره ولا كبيره ولا كما كانت. اختي نجات، من خلال النداء ديالك الاول الحمد لله خوتنا المغاربه تساعدوا معاك وقدرتي انك توفري الدواء للزوج ديالك وتخلصي مجموعه ديال الشهور اللي تراكموا عليك ديال الكلاء، وحتى دابا خوتنا المغاربه مساعدين يعاودوا يساعدوك. ف شنو تقدري توجهي لخوتنا المغاربه انهم يساعدوك؟ واش غنقول لهم؟ الله يجازيهم بخير كاملين، الله يرحم لهم الوالدين. ساعدونا، عيطوا لنا الناس في برا وفي المغرب، الناس اللي ما قدرش يعطي الكثير عطى من القليل، اللي ما قدرش يعطي من مثلا من الفلوس دعا معنا، دعوا مع راجلي الله يرحمه. واش غنقول لك اخويا؟ الله يرحم ليهم الوالدين والله يكثر من امثالهم والله يجازيهم بخير كاملين. الله هذاك الشيء اللي داروا معنا الله يجعله في ميزان المقبول، والله يخلي لهم صحيحتهم، اللي مريض الله يشافيه. هذا الشيء اللي كاين الله يجازيهم بخير كاملين. فشنو تقدري تطلبي كمساعده من خوتنا المغاربه؟ انا ما كرهتش، اللي قدر، عندي جوج بنيات راه باقيين صغار، اللي قدر يعاوننا يعاوني عليهم. تا راه دابا كاينه القرايه، كاينه المصاريف ديالهم، دابا ما قديتش انا نخدم هاد الساعه، ما قديتش نخدم باش نخرج ونخليهم، دابا خصني نقابلهم. كان هو مسكين فاش كان باقي عايش راجلي الله يرحمه، بعدا كيديهم للمدرسه ويجيبهم، دابا خصني انا نكون معاهم كل وحده في مدرسه، ما يمكنش نجلس ولا نخليهم هما يتما في المدرسه ولا شي حاجه، ضروري خصني المساعده. وكنطلب من المحسنين اللي قدر يعاوننا بشي حاجه ما كرهناش، الله يجازيكم بخير كاملين. واللي ما قدرش راه حنا شحال نقول لك، كل واحد الله يجازيه بخير. اكيد ان شاء الله ما يكون غير الخير. متابعينا الكرام، كنشكركم شخصيا، كنشكركم بزاف لانكم ساعدتوا اختي نجات في النداء الاول باش تقدر توفر الدواء للزوج ديالها، وفعلا ساعدتوها وتمكنت من انها توفر الدواء للزوج ديالها، لكن ربي سبحانه وتعالى بغاه وخداه. فكنتمنى منكم انكم تعاودوا تساعدوا اختي نجات، تلقى باش تكبر البنيات ديالها، وتلقى باش توفر مجموعه ديال الاشياء البنيات ديالها مثل السكن، التغذيه والكثير والكثير، بيد ما تحيد هذا الابيض، لانها هذه المرحله اللي لابسه فيها اللباس الابيض ما يمكنش ليها تخرج تخدم به. فكنتمنوا منكم انكم تساعدوها ولو بالقليل في سبيل انها تكفل بالبنات ديالها، لان الزوج ديالها اللي كان مصبرها مات الله يرحمه. متابعينا الكرام، كنتم مع فهد راجيل من قلب مدينه سلا، والى حلقه اخرى ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.